أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو ياريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معكم عادل بسيوني وبإذن الله مستمرين مع كتاب المعاصر، وإحنا موجودين في يونت 9 تحديدا بيج 154 وإحنا بإذن الله موجودين في الدرس الخامس والسادس. علشان نروح على طول للسؤال الأول واللي بيقول choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. Is something to improve a difficult situation. شيء ما بنعمله علشان نحسن موقف صعب. طبعا ده هو المبادرة، وكلمة مبادرة معناها initiative. To means to make or produce. تصنع أو تنتج، فده معناه create. Means a long period without rain. فترة كبيرة قوي بدون مطر، فبالتالي بيحصل ايه يا شباب؟ برافو عليك. بيحصل جفاف، drought معناها جفاف. I didn't expect that gift. It is so. إنها special، مميزة. Special معناها مميزة. Thank you، شكرا لك. You need a to speak علشان تقدر تتكلم during this speech، أثناء هذه الكلمة أو الخطبة انت محتاج اذن، واذن معناها permission. Permission يعني اذن. They had with my favorite writer on TV yesterday. عملوا معاه انترفيو، وانترفيو مقابلة شخصية. Egypt is full of مليئة بي people enjoy them very much. مليئة بي اللي الناس بتستمتع بيه كثيرا، هي مليئة باللاندسكيبس. Power are factories to generate electricity، لإنتاج الكهرباء، ودي طبعا power stations، محطات الطاقة. Is changing an area into desert، تحويل منطقة ما إلى صحراء، وده بسميه desertification. هيطلع desertification ليه يا مستر؟ لأن desertification معناها التصحر، أحول الأرض إلى صحراء. Is an area of country، منطقة من البلد، طبعا منطقة. A solar is an area with many solar panels that provide electricity، بتزودنا بالكهرباء، وبالتالي هيبقى solar farm، مزارع للطاقة الشمسية. This rose is beautiful، a beautiful flower. We can replace beautiful with، نقدر نستخدم أو نستبدل كلمة beautiful بكلمة pretty، واللي معناها جميل وجذاب. The antonym of the word totally. Totally معناها كلية، فأنا هختار جزئي، عكس الكلي جزئي. To get the noun from the verb farm، هقول farming، وfarming معناها الزراعة. We add the prefix to get the opposite of advantages. Advantages واللي معناها مزايا، عكسها disadvantages واللي معناها عيوب. He always mean I can't talk while he is talking. دايما بيقطعني، interrupts، هو دايما بيقطعني. He does his best، يبذل قصارى جهده، to make his project better، علشان يحسن من مشروعه. He tries to it، improve it، يحسن ويطور، improve. When you write down something, this means that، لما تكتب شيء ما أو تدون شيء ما، بالحالة دي أنت بتعمل record. Record ومعناها يسجل. They are a survey. They are do a survey يعني يقوم بعمل إحصاء. My opinion. In my opinion في رأيي. In my opinion معناها في رأيي. وبكده نكون وصلنا إلى
اختبار جزئي على الدرس الخامس والسادس والموجود في صفحة 157. حمزة invites his cousin سيف to his birthday. حمزة بيدعي صديقه سيف لعيد ميلاده. Hi سيف, I'd like to invite you to my birthday party. أنا حابب إن أنا أدعيك لحفل عيد ميلادي. فقال له wonderful, رائع. How old will you be? هيبقى عندك كم سنة؟ فقال له I'll be 15. هيكون عندي 15 سنة. طب لو حد غير الرقم في مشكلة؟ لا طبعا ما فيش أي مشاكل. فقال له great, when will it be? هيكون إمتى إن شاء الله؟ when will it be, متى سوف يكون؟ فقال له it will be next Sunday evening, مساء الحد إن شاء الله. will you come, إنت إن شاء الله جاي. will you come, فقال له certainly I'll come. What present would you like to have for your birthday? انت حابب ان انا اشتري لك اي هدية؟ فقال له I'd like a watch, انا محتاج ساعة. Who will come? طيب مين هيجي؟ قال له all our friends, كل اصدقائنا ان شاء الله هيجوا. All our friends welcome. فقال له that sounds great, يبدو الأمر رائع. والسؤال التاني واللي بيقول read and complete the text with words from the following list. Opinion, personally, think, use, disagree, used. Some people like living in a big city. بعض الناس بيحبوا العيش في المدن الكبرى. And other people don't like it. والآخر لا يحبها. Personally, وبصفة شخصية, يعني هيبدأ يتكلم بقى عن نفسه. I think that living in a big city is very difficult now. العيش في المدن الكبرى بيبقى صعب قوي دلوقتي. In my opinion, في وجهة نظري, من وجهة نظري, living in the country is much quieter, cleaner and healthier. Our grandparents وأجدادنا used to live in villages, اعتادوا على العيش في القرى. What do you think? طب وانت ايه رأيك about that? ايه رأيك في الكلام ده؟ ومن هنا على طول نروح للسؤال التالت واللي بيقول choose the correct answer, اختر الإجابة الصحيحة. والسؤال الأول بيقول if you someone you speak to stop them from speaking. انت كده يا شباب بتقطعوا, وكلمة يقاطع معناها interrupt. I don't like to see the rubbish in the street, it's view. مش حابب ان انا اشوف القمامة في الشارع, ده منظر قبيح, وقبيح معناها ugly. ومع وصلنا لصفحة 158 ونكملين مع اختر الإجابة الصحيحة. To get the opposite of advantage, advantage مزايا, وعكسها disadvantage واللي معناها عيوب. Means of you showing an area of land, طبعا ده اسمه landscape. The earthquake was really dangerous, the synonym of the word dangerous. يعني ايه dangerous؟ طبعا dangerous يعني unsafe, غير آمن. The initiative will create jobs for people. Create means provide, بيزود. Complete the following sentences with the correct form. أكمل الجملة التالية بالصيغة الصحيحة. والسؤال الأول بيقول if you came early, you would والمصدر ماضي بسيط, would والمصدر, وبالتالي هقول would meet. If I, لو أنا كنت, فهقول if I were, وكل الضمائر بتاخد were لتعبر عن استحالة وجود شخص مكان آخر. What would you do, ماذا كنت تفعل, فبدلا من will أحط would. ليه؟ لأن بعد if جاي ماضي بسيط, ماضي بسيط would والمصدر. They would take some photos if they had, الماضي من have هو had. The students, الطلاب, would be happy. The students
would be happy, هيكونوا سعداء. ومع وصلنا لاختبار الوحدة، عادل is talking to أمير who is reading an article about pollution، اللي بيقرأ مقال عن التلوث. بدأ عادل الكلام وقال له what are you reading، انت بتعمل ايه؟ فقال له I am reading an article. What is this article about؟ قال له it's about pollution، انه عن التلوث. سأله سؤال، قال له how can we stop pollution، ازاي نقدر نوقف التلوث ده؟ قال له we can stop pollution by planting more trees، نزرع اشجار اكتر. why، ليه علينا ان احنا نزرع اشجار اكتر؟ قال له because trees absorb carbon dioxide and keep the air clean، وبيخلي لنا كمان الهواء نظيف. فقال له we can also recycle rubbish. نعمل إعادة تدوير للقمامة علشان نروح للسؤال الثاني، واللي بيقول complete with the correct form، أكمل بالصيغة الصحيحة. والسؤال بيقول our weather is changing، الطقس يتغير، أو and our is getting hotter، وكمان كوكبنا تزداد درجة حرارته. one of the reasons for this، واحدة من هذه الأسباب is the climate change، تغير المناخ. there are more floods، هيكون في فيضانات. droughts، وجفاف. and forest fire، وحرائق في الغابات. than any time before، if we don't stop burning fossils fuel fossil fuels climate change، تغير المناخ، will get worse، سوف يزداد سوء. So we need to use cleaner renewable energy، لازم نستخدم الطاقة المتجددة. السؤال الثالث هسيبه ليك كنوع من الهوم، ولو عندك فيه أي مشاكل اكتب لي في التعليقات ونبدأ نحله مع بعض مرة تانية. علشان ننطلق على طول للسؤال الرابع، واللي بيقول choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. The elephant is really enormous. The word enormous is the same meaning as enormous، يعني massive، ضخم. We can form adverb from the word personal، أقول personally، بصفة شخصية. To means to make or produce، طبعا قلناها دي create. What is the main reason for climate change، السبب الرئيسي لتغير المناخ. reason معناه cause. means able to continue، قابل على الاستمرار، وبالتالي اللي قابل على الاستمرار هو sustainable، مستدام. we should protect our environment not damage it، ومش ندمرها. اما السؤال الرابع واللي بيقول complete with the correct form، اكمل بالصيغة الصحيحة. نهال doesn't use to go swimming، طبعا هنا هنقول نهال didn't use to، we didn't used to use energy saving light bulbs but we do now، ولكن الآن احنا بنفعل ذلك. how would you behave if you lose، طبعا هنجيبها في الماضي فنقول lost، لان انا عندي ماضي بسيط وضو المصدر. we have fewer storms if climate change stopped، في الماضي البسيط. people didn't use did او didn't، هات المصدر فاقول didn't ايه
use. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.